والفهم عنه في العطاء مؤنس. إذا فهمت عن الله آنسكت، آنسك الفهم، كنت في مصيبة في ابتلاء وفهمت أن الله مبتلك وأن هناك ثمة سر، وتحملت فصبرت وأديت واجب الوقت عليك تماسكا في مقام الصبر، وفهمت عن الله الرسالة يحصل لك من الأنس ما لا حدود له. ولأهل السلوك في هذا الباب شطحات وجذبات، حتى إنهم كان يقول ربي لا تؤخر عني بلواك، وش واحد لا تتعرض للبلاء، لأشياء أخرى من نوع الشطحات التي يقرأها أهل العلم. شطحات ماشي كلمة الدم، انتبهوا معي، شطحة عندهم إما أن تكون في مقام الفعل وإما في مقام القول، وأغلبها في مقام القول، وهي تعبير عن حال قوي في محل المورد الضعيف بحيث يعجز اللسان عن أن يعبر بذلك. ومن أمثلتها في السنة قول الرجل الذي مثل الله النبي صلى الله عليه وسلم فيه لي لفرح الله، فقال فلما وجد راحلته عنده قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. هذا خاصة عنده لا عبرة به، المعول على القلوب.